وينضم إلينا من برلين الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري. برحب بحضرتك دكتور جمال، وبداية هذا الرقم الكبير من المصوتين لصالح عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة هو 143 دولة، يعني ماذا يعني بالنسبة لكم؟ كما تخسر إسرائيل الاستفتاء الشعبي حيث نراه في الجامعات وفي الشوارع في دول غربية وعالمية، تخسر إسرائيل أيضا الاستفتاء الدبلوماسي في الأمم المتحدة حيث تستفتى الدول على نظرتها للاستقلال الفلسطيني. وعلى فكرة، من بين الدول التي نجحت الولايات المتحدة وإسرائيل في إقناعها بالتصويت ضد هذا القرار دول تعترف فعليا بدولة فلسطين، وبين الدول التي صوتت لصالح هذه القرار دول لم تعترف بعد ثنائيا بدولة فلسطين. المجال الثالث الذي تخسر فيه إسرائيل الاستفتاء هو الدائرة القانونية ممثلة ب المسرح القانوني، واقصد محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. فهذه استفتاءات ثلاثية الأبعاد تخسرها إسرائيل. من يقف مع هذا الكيان بهذا الاتجاه الذي يمضي به قدما يسير عكس التاريخ؟ نعم، هل يعني هناك ظلال، يعني طبعا ألقتها الحرب في غزة على يعني متخذي هذا القرار أو الدول، زيادة عدد الدول التي أيدت فلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة، وهل من الممكن أن يؤدي ذلك إلى يعني تخفيف أو توقف إسرائيل عما تقوم به في غزة؟ أولا، في حال ما إن قرر مجلس الأمن الدولي الاستجابة لهذا الطلب المقدم له من الجمعية العامة للأمم المتحدة دون أن تعترض الولايات المتحدة وتمارس حق الفيتو، فإن المكانة القانونية لدولة فلسطين سوف تترسخ بطريقة تجعلها أكثر منع تجاه محاولات الإلغاء التي تقوم بها إسرائيل. فإسرائيل تريد أن تلغي وجود الشعب الفلسطيني ككل، وتريد أن ترفع لنفسها ما بين النهر والبحر الحق الحصري بالسيادة القومية على هذه الأرض. ومن هنا منبع اعتراض إسرائيل الشرس على حق فلسطين في الاستقلال، ومن شأن قرار من مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة أن يوفر لنا مفاتيح لأدوات قانونية وسياسية ومالية في المنظمات المالية العالمية تعطي فلسطين قدرة على الصمود والبقاء. طب دكتور جمال، يعني بالنسبة لموضوع مجلس الأمن بالتحديد، يعني كان هناك محاولة يعني قريبا وفشلت نتيجة الفيتو الأمريكي، هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن تغير من سياستها ومن دعمها المطلق لإسرائيل نتيجة الضغوط الدولية ونتيجة أيضا الضغوط الداخلية التي تحدث من جانب الطلبة مثلا في الجامعات الأمريكية؟ هذا بعد داخلي أمريكي للضغط على الحكومة الأمريكية هو المظاهرات والاعتصامات في الجامعات. نحن بدورنا كحركة فتح ومنظمة التحرير دولة فلسطين نحاول أن نمارس ضغط على الإدارة الأمريكية. نعم، لست أمزح، دولة فلسطين تمارس ضغطا على الولايات المتحدة من خلال تكرار العودة إلى مجلس الأمن الدولي وإحراج الولايات المتحدة أمام الرأي العام الدولي والرأي العام الداخلي، إذ تضطر حسب نظرتها إلى أن تستخدم حق النقد للاعتراض على مساعي دولة فلسطين في نيل اعتراف عالمي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وعلى الولايات المتحدة ساعتئذ أن تبرر مرة أخرى سبب استعدائها التطلعات المشروعة لشعب فلسطين في التحرر والاستقلال، وهي أم الديمقراطية في العالم، وتقف بكل وزنها السياسي والعسكري إلى جانب إسرائيل ضد حرية شعب فلسطين. إذا كنت أنت بايدن المرشح لرئاسة الولايات المتحدة ستكون مضطر لتبرر لشعبك وثواره من الجيل الشاب هذه التوجهات المضادة للسلام العالمي. نعم، طب هذا الاعتراف من جانب عدد من الدول التي ذكرت أنها لم تعترف بفلسطين حتى هذه اللحظة كدولة، موافقتهم على أو يعني تصويتهم لصالح ضم فلسطين للأمم المتحدة، هل يعني ذلك أننا قد نجد هذه الدول تعترف بفلسطين اعترافات فردية بعيدا عن الاعترافات أو اعتراف الأمم المتحدة؟ يعني على البعض منها ينطبق الإجابة بنعم، من ضمنها بعض الدول الأوروبية. ننتظر أن تقوم بعض الدول الأوروبية في هذا الشهر إن شاء الله بالاعتراف بدولة فلسطين في خطوة نوعية وهامة، منها إسبانيا وإيرلندا البرتغال ولوكسمبورغ
ونأمل بلجيكا أيضا. هذه ستكون خطوة هامة ننتظرها. من المفارقة أن دولة كالسويد اعترفت بدولة فلسطين لكنها لم تصوت إلى صالح ضم فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية. طيب الدور العربي خاصة وأن مصر وجماعة الدول العربية يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما نادى بضرورة وضع أو دخول فلسطين إلى داخل الأمم المتحدة وكذلك يعني وجود حل نهائي لدخول فلسطين إلى داخل الأمم المتحدة يعني إمكانية التوصل إلى حل شامل لمشكلة الشرق الأوسط والأزمة الفلسطينية طبعا الإسرائيلية المستمرة منذ عقود. هل ترى يعني ما هو الدور المطلوب في المرحلة القادمة من الدول العربية وكيف تثمن الدور المصري أيضا في هذا الوضع؟ أنا من جيل الانتفاضة الأولى وأتذكر أن الدبلوماسية المصرية في عام 1988 عندما اتخذت منظمة التحرير الفلسطينية قرارا بقبول الشرعية الدولية كأساس للحل السلمي الذي تبلورت فيه رؤية منظمة التحرير وحركة فتح لفكرة حل سلمي مع إسرائيل يقوم على حل الدولتين أو حل إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل وليس بدل إسرائيل. منذ ذلك الحين والدبلوماسية المصرية تطلع بدور طليعي وهام جدا في فتح أفاق دبلوماسية وقانونية أمام دولة فلسطين، وهذا مستمر أيضا في عهد سيسي حفظك وإياه الله. نحن نرى أن مصر تقف إلى جانب فلسطين دون تردد، والدور المصري مهم جدا تجاه إسرائيل وفي العالم. مصر دولة ذات ثقل وهي بالتعاون مع الدول العربية، وطبعا هي عضو في السداسية العربية. نحن لسنا كفلسطينيين لسنا منعزلين عن العالم لأن لدينا هذا العمق العربي القومي، ونحن دائما نقول هذا هو عمقنا القومي. ومصر طبعا هي يعني الدائرة الأهم في هذا الانتماء العروبي، لنا وزن أكبر كوننا عرب، ولنا وزن أكبر كون العرب في صفنا، والدول العربية تمد يد العون السياسي لنا. طبعا ينقص أن تقوم الدول العربية ذات الإمكانيات بتوفير الدعم المالي للسلطة الوطنية التي هي مهددة بالفشل في حال استمرت إسرائيل بالقرصنة على الأموال الفلسطينية. هذا موضوع آخر. طب دكتور جمال يعني ونحن نتحدث الآن هناك يعني خبر عاجل أن هناك إطلاق صواريخ تم على معبر كرم أبو سالم، والجيش الإسرائيلي يتهم أن هذه الصواريخ أو يتهم المقاومة أنها أطلقت هذه الصواريخ وأنها أطلقت من رفح. كيف ترى يعني مع استمرار تصاعد التوترات داخل الأراضي الفلسطينية واستمرار إسرائيل في حربها ضد المدنيين والأطفال في غزة، كيف ترى أن يعني أو هل يمكن أن نصل في النهاية إلى حل، خاصة وأن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو مصرة على الاستمرار في ما تقوله ويعني الضغط على الفلسطينيين في كل مواقعها في غزة وفي حتى الضفة الغربية؟ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجد نفسها أمام فرصة تاريخية لتطبيق مخططات حلمت بها منذ القدم ولكن لم يتسنى لها تحقيقها، أو أنها سمنت حماس 17 عاما لكي يأتي وقت الحساب إسرائيليا مع الشعب الفلسطيني تحت يافطة حماس. ماذا أقصد بذلك؟ الشيء الذي كان يمنع الحكومات الإسرائيلية السابقة من الاجتياح البري لغزة هو عوامل داخلية وخارجية، أولها غياب تأييد من الرأي العام الإسرائيلي لدخول بري يكلف إسرائيل ضحايا. لكن 7 أكتوبر كان إبرة بنج للرأي العام الإسرائيلي جعلته يحتمل الخسائر الإسرائيلية داخل غزة، وهي لا تقارن بشيء مع ما حصل في 7 أكتوبر. حتى الآن لم تخسر إسرائيل داخل غزة بعد الحرب البرية ما يزيد عن 270 أو 280 عسكريا إسرائيليا، بينما خسرت يوم 7 أكتوبر بمفرده 1200 شخص بينهم عساكر وبينهم مدنيين. البعد الثاني الذي كانت تفتقر إليه إسرائيل في سعيها إلى اجتياح غزة هو غياب التأييد العالمي. بايدن كان يقاطع نتنياهو ويحظر عليه دخول الولايات المتحدة حتى اليوم، لكن بعد 7 أكتوبر جاء إلى إسرائيل وقبل يده وشارك بجلسة مجلس الحرب الإسرائيلي. المعارضة الإسرائيلية كانت تفتقر أن تصافح نتنياهو، بعد 7 أكتوبر قبلت حذائه وانضمت إليه في حكومة واحدة. لذلك يجد نتنياهو نفسه وهذا التحالف الأكثر تطرفا في تاريخ البشرية أمام فرصة تاريخية لينفذ مخططات كانت في الأدراج، لكن إسرائيل أنضجت الظروف لاقتطاف الذرائع
والمسوغات والاستفادة من رياح دوليا دافعة لإسرائيل في اتجاه الإبادة الجماعية والحصار والقتل. إسرائيل في حالة انفلات كامل من قيود القانون الدولي وقيود الضغوط الأمريكية وقيود المجتمع الإسرائيلي نفسه الذي يريد من إسرائيل أن تستعيد الرهائن، ولكنه يريد أيضا لإسرائيل أن تمضي حتى نهاية الطريق وتحقيق ما الهدف غير القابل للتعريف الذي اسمه القضاء على حكم حماس، وهو هدف مش غير قابل للتحقيق. كل شيء قابل للتحقيق في حالة التفوق العسكري، ولكنه غير قابل للتعريف، وهنا المشكلة الأبرز في دعاية القضاء على حماس. يعني لو احتفظت حماس في نهاية المطاف بعشرين شرطيا ستقول إسرائيل نحن نلاحق الإرهاب الإسلامي في غزة، فبالتالي نضفي شرعية على هذه الملاحقة. نعم. من هنا سرابية هذه الطروحات الإسرائيلية، ولكن هناك حفاثة في اندفاع إسرائيل إلى هذا الإجرام غير المسبوق بغطاء عالمي ودعم عالمي مشاركة عالمية وسكوت لا بل تأييد الجبهة الداخلية الإسرائيلية أمام هذه الفرصة الذهبية التي قدمت لإسرائيل على طبق من ذهب. لماذا لا ينام نتنياهو الليل الطويل؟ نعم. طيب بالنسبة دكتور جمال لعملية التفاوض التي تتم برعاية مصرية قطرية والتي تتم هنا في القاهرة، يعني هناك محاولات ما زالت مستمرة، وحماس وافقت على المطالب الإسرائيلية، ولكن رغم ذلك مستمر أيضا نتنياهو في عملياته في غزة. فهل تعتقد أن هذه العملية أو التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة يعني قد يأتي بنتيجة، أو قريبا نجد أن هناك توقف لإطلاق النار؟ نحن نأمل ذلك ونريد هذا. شعبنا خرج للاحتفال عندما سمع مجرد إشاعات أننا قد اقتربنا من وقف إطلاق النار. الشعب الفلسطيني في غزة تحديدا يواجه ظروف مستحيلة. يعني أين نبدأ في استعراض وجوه المعاناة النفسية والعاطفية والصحية والجسدية وكل ذلك التي يراها الشعب الفلسطيني؟ وأنا أجاهد ضد نفسي لكي لا ينفلت مني أي تعبير عن مشاعري الشخصية، يعني هنا لست أمثل نفسي ولست أمثل مشاعري، ولكن ما تفعل إسرائيل في غزة أمر غير قابل للفهم وللتصور. كل من يعيش خارج غزة ولم يجرب الحياة في الخيمة لا يستطيع أن يحكم من بعيد على ما يجري، وينطبق ذلك علي. لأنه لماذا تفعل إسرائيل هذا، وماذا تريد إسرائيل في نهاية المطاف أن تصل؟ إسرائيل تقول إنها دخلت هذا العدوان أو شنت هذا العدوان، يعني هذا تسميه حرب، لكي تستعيد الرهائن. لكن حماس تقدم لها الرهائن وتقول لها خذوهم وأعطونا بعض الأسرى، وإسرائيل ترفض، لأن الهدف الحقيقي لإسرائيل ليس له صلة بالرهائن. وكذلك فإن إسرائيل تقول أنها تريد القضاء على حماس، لكن في أدراج إسرائيل خطط للإبقاء على سلطة حماس في غزة ولكن ضعيفة عسكريا، هذا وارد وقادم. ما تفعل إسرائيل هو أن نتنياهو يريد من خلال هذا النزاع الذي افتعله أن يحتفظ بالسلطة لأطول قدر ممكن. نتنياهو واليمين الإسرائيلي وظفوا النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لتوفير زائد من الخوف ضد المجتمع الإسرائيلي تدفع بهم إلى الاحتماء باليمين الإسرائيلي ورواياته والتصويت له بطريقة تجعله يتسيد كل هذه السنين. يا أختي، أي دكتاتور في العالم موجود في الحكم من مدة 35 سنة؟ نتنياهو من عام 1990 إما رئيس معارضة أو رئيس حكومة، مش عاوز يسيبهم. صحيح. مش هيسيبهم. هو خطر عليهم أكثر من أي شيء آخر، نتنياهو خطر على إسرائيل. طب بالنسبة يعني بما أن حضرتك متحدث باسم حركة فتح، ما هو موقف حركة فتح مما يجري الآن، وما هي الاتصالات التي تقومون بها من أجل حل هذه المشكلة، خاصة وأن ما يحدث هو يحدث في غزة، وكانت غزة نحن نعلم أنها كانت تحت يعني سلطة حماس؟ ماذا نفعل نحن؟ أول شيء حضرتك افتتحت هذه المقابلة الكريمة بسؤال عن مشروع تحويل فلسطين إلى عضو كامل في منظمة الأمم المتحدة. هذه إحدى الجبهات التي تنشغل عليها منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني أبو مازن. ثم إليك العدل الدولية. من الذي يغذي هذه الطروحات؟ طبعا الشكر للدول التي قدمت هذا الطلب، منها جنوب إفريقيا والآن تركيا، وتنضم إليها ليبيا مدعوم من كل الدول العربية. مصر قدمت مداخلة عظيمة، الإمارات والسعودية قدموا مداخلات هامة. هناك أيضا محكمة الجنايات الدولية، وهي التي على وشك أن تصدر قرارات لاعتقال أشخاص إسرائيليين.
استوفت فلسطين حق الانضمام إلى هذه المحكمة عندما وقع الرئيس أبو مازن ميثاق روما الذي أهل فلسطين للانضمام إليها. وكيف تأهلت فلسطين لتوقيع ميثاق روما؟ عندما حصلت فلسطين على عضوية كاملة في اليونسكو ومن ثم عضوية مراقب بالأمم المتحدة. هذا المسار هو إسرائيل غضبانة علينا ليه؟ على فتح والرئيس أبو مازن ليه؟ لأن منظمة التحرير بقيادة الرئيس أبو مازن تستطيع الوصول إلى هذه الدوائر وهذه المنصات العالمية، نعم بمساعدة عربية، ولكن الآن فلسطين اكتسبت في الأمم المتحدة أمس حق الكلام بطريقة أوسع وحق تقديم مقترحات، ونحن نسعى إلى عضوية كاملة. هذا على الصعيد الدولي. على الصعيد الداخلي تقوم حركة فتح بإغاثة في غزة من تستطيع أن تغيثهم. في الضفة الغربية المشهد ليس بخاف على حضرتك. طبعا السلطة الوطنية وجودها مهم جدا من أجل استيفاء الحقوق الفلسطينية في العالم، لأنه من يقدم هذه مشاريع تحويل فلسطين إلى دولة يحتاج أن تكون هناك حكومة فلسطينية قائمة في أرض محددة لشعب محدد. وأنت ترى حضرتك الهجمة الإسرائيلية المسعورة ضد السلطة الوطنية تصل حد اقتطاع شبه كامل للأموال الفلسطينية، وهذه مسألة يؤسفني أن التركيز عليها قليل حتى في العالم. يعني الموظف العمومي في السلطة الوطنية بقاله 3 سنوات يتقاضى ما بين 60-70% من الراتب. تصور حضرتك لو إسرائيل تخصم 1% على موظفيها حتشوف ثورة شعبية في إسرائيل ضد الحكومة. لكن الشعب الفلسطيني يدرك هذه الضغوط الإسرائيلية ويتفهمها، وهي هادفة إلى تثوير الشعب الفلسطيني ضد حكومته. هذا الشهر لمدة من آخر راتب نزل للسلطة الوطنية للموظفين العموميين من 45 يوم، ولو نزل الراتب الآن حيكون 50%. أنهي شعب في العالم يستطيع أن يتحمل كل هذا؟ هذه مساعي إسرائيلية لمحو مقومات وجود وبقاء واستمرار هذا الشعب وحكومته. لا تريد إسرائيل، نتنياهو وسموتريتش وبنفيد لا يريد أي أثر للفلسطينيين في هذا المكان. أشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال نزال من ألمانيا، المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري، شكرا جزيلا لك.